السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه على طريقة تثبيت ويندوز 11 الإصدار الأخير 24 H2 بدون استخدام فلاشة أو أسطوانة أو الاعتماد على أوامر CMD أو استخدام أي ملفات خارجية. كل أنا محتاجه بس برنامج الوينتو HDD وملف الأيزو الخاص بويندوز 11 الإصدار الأخير. هنتعرف ازاي ننزل ملف الايزو من خلال ان انا بكتب في محرك البحث ويندوز 11، بدخل على موقع مايكروسوفت وبتبع الخطوات الخاصة بتحميل ملف الايزو. بختار من هنا مثلا ملف الايزو بالشكل ده، وبختار من هنا داونلود ناو، وبعد كده بختار اللغة الخاصة بواجهة الويندوز سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، فاختار مثلا من هنا English United States، وبعد كده كونفيرم، وبعد كده ببدأ أحمل ملف الأيزو 64 بت بالشكل ده. طبعا ملف الأيزو حجمه حوالي 5 جيجا و400 ميجا. تمام، أنا طبعا محمل الملف. بعد كده ببدأ ان انا احمل البرنامج اللي هستخدمه في عملية التثبيت، هو برنامج الوين 2 اتش دي دي اخر اصدار. بدخل على الموقع الخاص بتحميل البرنامج، طبعا بيجيب لي تفاصيل عن البرنامج، ان البرنامج طبعا بيدعم تثبيت اي ويندوز، مش شرط مثلا ويندوز 11، ممكن تثبت عليه ويندوز 7 او ويندوز 10 عادي هيشتغل معاك. تمام، وطبعا في امكانية التخطي متطلبات تشغيل ويندوز 11 التي بي ام والسكيور بوت، وكمان بيدعم النظامين البايوس او الليجاسي ونظام اليو اف اي، بيدعم النظامين البايوس طبعا الهاردات اللي شغاله من نظام الام بي ار، واليو اف اي الهاردات الشغاله من نظام الجي بي تي. بضغط على داونلود بيبدا يحمل معايا البرنامج، بس طبعا قبل ما ابدا في عمليه التثبيت بنزل برنامج السي بي يو زد علشان الانستراكشن الخاص بالبروسيسور، اتاكد ان هو ان الانستراكشن هل في خاصيه الاس اس اي 4.2 ولا لا، علشان ما قابلش مشكله بعد ما يحمل الويندوز ان هو يجي يعمل ريستارت ما يفتحش معاه وما يكملش بقيه مراحل التثبيت. فاتاكد ان انا عندي الانستراكشن الخاص بيه او تقنيه اس اس اي 4.2 عن طريق بنزل الملف المضغوط الخاص بالبرنامج السي بي يو زد. وبعد كده بنبدأ بقى في عملية التعرف على البرنامج. أول حاجة طبعا بشغل برنامج الـ CPU Z، وبدخل على النسخة الخاصة حسب الويندوز عندك 32 ولا 64، وأتأكد هل الانستراكشن عندك داعم للتثبيت الويندوز ولا لأ، عن طريق إن أنا بدخل على الواجهة الخاصة بالانستراكشن من هنا وأشوف هل موجود الـ SSE 4.2 ولا لأ. لو موجودة يبقى خلاص تبدأ في عملية التثبيت. طبعا الجهاز اللي هينزل عليه الويندوز داعم ليه خاصيه او تقنيه ال اس اس اي 4.2، فطبعا الويندوز ينزل من غير اي مشكله. بعد كده ببدا ان انا اثبت البرنامج. طبعا هنا تثبيت البرنامج في الواجهه العربي وفي الواجهه الانجليزي، عايز تختار الواجهه العربي بتختار من هنا الواجهه العربي بالشكل ده وبتضغط على اوكي، وبتبدا تثبت البرنامج بطريقه عاديه جدا، ما فيش في اي حاجه تثبيت زي ما احنا شايفين كده. تضغط على تثبيت بيفتح معاك البرنامج عادي. البرنامج فيه خاصية ان انت تعمل اعادة تثبيت للويندوز تمام، من غير طبعا استخدام اي حاجة لا فلاشة ولا اسطوانة، فقط كل اللي بيطلبه البرنامج ملف الايزو بس. طبعا عشان تبقى عارف النسخة المجانية من البرنامج بتدعم تثبيت الاصدار هوم من سواء ويندوز 10 او ويندوز 11. هنبدأ نفتح واجهة البرنامج بالشكل ده، وتبدا بقى ايه تظهر معاك الواجهه. بعد كده بنبدا نختار ري انستول ويندوز او بنختار اعاده التثبيت، اعاده تنصيب الويندوز بالشكل ده او اللغه الانجليزيه ري انستول ويندوز. طيب هنبدا نختار من هنا الاختيار ده. بعد كده بيجيب لي عدسه بختار منها ملف الايزو، طبعا بشوف انا حاطط ملف الايزو فين، ولكن هنا مثلا ويندوز 11 24 اتش 2. بعد كده ببدأ ان انا اختار الاصدارهم، لكن لو اخترت الاصدار برو وضغطت على التالي هيجيب لي هنا ان هو النسخة المجانية لا تدعم تثبيت الاصدار برو، فطبعا بختار نسخة الهوم، وبعد كده بختار من هنا التالي، وبيبدأ ايه يبدأ بقى في عملية ان هو يفرمت بارتيشن السي فقط، ما بيفرمتش، هو بيبقى واقف على بارتيشن السي بيعمل له فورمات ويبدأ يعمل اعادة تثبيت للويندوز، بيمسح الويندوز القديم في اي ملفات او صور اي داتا موجوده على بارتيشن السي او في المستندات او في سطح المكتب بتشيلها في مكان تاني، عشان الخطوه دي بيمسح كل الملفات اللي موجوده على بارتيشن السي. وطبعا هنا في اختيار برضه بالنسبه لويندوز 11 بختار من هنا باي بيس انترنت كونكشن،
بعلم عليه صح، وبختار من هنا بريفنت اوتوماتيك ديفايس انكريبشن عشان ما يعملش تشفير للبارتيشنات سواء الدي او الاي. تمام. بعد كده بضغط على التالي وبيبدا هو يستكمل بقيه مراحل التثبيت، وكل ده هنتعرف عليه اثناء عمليه التثبيت للجهاز المدعوم اللي معايا اللي جهاز اتش بي 600 جي 1. الجهاز اللي معايا جهاز اتش بي 600 جي 1 نازل عليه ويندوز 10 والهارد شغال بنظام الجي بي تي. طبعا هنا ده ملف الايزو على سطح المكتب، وهنا ده البرنامج السي بي يو زد، وهنا البرنامج اللي هو وين 2 اتش دي دي اللي هستخدمه في تثبيت الويندوز. طبعا بتاكد من ان انستراكشن داعم لتثبيت الويندوز، فبختار من هنا اصدار الويندوز وبعد كده افتح البرنامج. تمام. بيبدا يجيب لي البرنامج بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين هنا ان هو داعم ل SSE 4.2، يبقى كده الجهاز ده هينزل عليه ويندوز 11 الاصدار الاخير 24H2، وهنا بروسيسور كور اي 5 من الجيل الرابع 4 كور 4 ثريد. تمام. هنبدا نقفل البرنامج، وبعد كده هنبدا بقى ندخل ملف الايزو ده في اي بارتيشن تاني علشان ما ينفعش اثبت باستخدام البرنامج والملف الايزو ده على سطح المكتب، لازم ايه ادخله في اي بارتيشن تاني علشان هيعمل فورمات لبارتيشن اس سي. فطبعا هنا ما فيش الا بارتيشن واحد، هنبدا ننشئ بارتيشن جديد، كليك يمين واختار من هنا مانج، وبعد كده بختار ديسك مانجمنت زي ما احنا شايفين كده، وهنا نظام الهارد بروبرتيز بالشكل ده، نظام الهارد فوليوم جي بي تي جايد بارتيشن تيبل جي بي تي. تمام. هنبدا بقى نختار من هنا بارتيشن اس سي وكليك يمين وشيرنج فوليوم، وبعد كده ممكن نعمل بارتيشن صغير بحجم مثلا 10 جيجا، فقط انسخ عليه ملف الايزو، وبعد كده هبدا ان انا امسحه بعد ما اخلص الويندوز. كل اللي هعمله مثلا اكتب هنا القيمه 10000، وبعد كده ابدا ان انا انسخ ملف الايزو في البارتيشن الصغير ده 10000، لان هنا القيمه بالايه بالميجا 10000، وبعد كده اضغط على شيرنج. كده انشاء لبارتيشن بحجم 10 جيجا. بعد كده هنا اضغط على فينش. كده عملت انشاء بارتيشن جديد. ابدا اخد نسخه من ملف الايزو اللي موجود على سطح المكتب في البارتيشن الجديد، كليك يمين وكوبي وكليك يمين بسط بالشكل زي ما احنا نسخنا ملف الايزو هنا. بعد كده ببدا ان انا اثبت البرنامج وافتح واجهه البرنامج عشان ابدا في عمليه التثبيت. بعد كده بختار من هنا ري انستول ويندوز، وبعد كده بختار من العدسه ديت واختار ملف الايزو اللي موجود على بارتيشن الدي بالشكل ده اللي هو البارتيشن اللي احنا انشاناه جديد، واضغط على اوبن. بعد كده بختار من هنا الاصدار هوم، لان النسخه المجانيه من البرنامج مش بتدعم اصدار برو، زي ما احنا شايفين كده بيجيب رساله خطا لو انا اخترت الاصدار برو، فبختار الاصدار هوم من الويندوز، وبعد كده بختار من هنا نيكست. طبعا بيجيب لي الاعدادات ديت، بعلم صح على باي بيس انترنت كونكشن وبريفنت اوتوماتيك ديفايس انكريبشن بالشكل ده. طبعا ده وظيفته الاتصال بالانترنت عشان ايميل مايكروسوفت، بس غالبا ممكن تحتاج ايميل مايكروسوفت، بس احنا هنعرف ازاي نتخطى الموضوع ده. وهنا ده عشان ما يعملش تشفير للملفات. بعد كده بضغط على نيكست بالشكل ده، وبعد كده بيقول لي هيعمل بيلد وين بي ايمج، بضغط على يس. طبعا بنتظر ثواني، بعد كده بيبدا ان هو يقول لي ان كل الداتا اللي موجوده على بارتيشن سي هتتمسح، عشان كده قلنا في الاول ان انت اي ملفات وصور موجوده على بارتيشن سي تنقلها في اي مكان تاني، عشان زي ما احنا شايفين كده كل الداتا اللي موجوده على بارتيشن سي هتتمسح. بعد كده هضغط على يس، وبعد كده هيقول لي ان هو هيعمل ريستارت لاستكمال بقيه مراحل التثبيت، بوافق على عمل الريستارت. عمل ريستارت، جاب عداد بيعد كده لحد ما يوصل ل 100%، وفي علامه هنا متعلم عليها ان هو بمجرد ما يخلص العد ده هيعمل ريستارت عشان يستكمل بقيه مراحل التثبيت. بعد ما عمل ريستارت بعد كده ببدا اختار الدوله اللي انا عايش فيها واضغط على يس، وبعد كده بختار يو اس ويس واد لي اوت واربك والدوله اللي انا عايش فيها، واضغط على نيكست واربك 101 اد لي اوت. زي ما احنا شايفين كده مفيش اتصال بالانترنت، فبختار من هنا اي دونت هاف انترنت. بعد كده بوافق على الاتفاقيه، وبعد كده ببدا ان انا اكتب الاس
واضغط على نيكست، وبكتب الباسورد، لو في باسورد ما فيش باسورد بضغط على نيكست. وهنا اعدادات الخصوصية بعطلها كلها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، واضغط على اكسبت. خلص معايا تنزيل الويندوز زي ما احنا شايفين كده، وما طلبش مني تي بي ام سكيور بوت او اتصال بالانترنت او ايميل مايكروسوفت. زي ما احنا شايفين نزلنا الويندوز عادي جدا باستخدام البرنامج. كل اللي اعمله بقى ابدا ان انا اظهر ايقونات سطح المكتب، كليك يمين وبيرسونايز، وبعد كده بختار من هنا زيمز، وبعد كده بختار من هنا ديسك توب ايكون، ببدا اعلم صح على الايقونات الخاصه بسطح المكتب، واضغط على اوكي. تمام. بعد كده بنشوف الاصدار الخاص بالويندوز، كليك يمين وبروبرتس. زي ما احنا شايفين كده الاصدار الخاص بالويندوز، البروسيسور عندي كور اي 5 من الجيل الرابع 4570، الرامات 8 جيجا، اصدار 64، واصدار الويندوز 24 اتش 2 بتاريخ 12/10/2024 بالشكل ده. نزل معايا الاصدار هوم، طبعا الاصدار هوم هيشتغل معاك من غير اي مشاكل، واصدار خفيف برضو. تمام. طيب احنا كده يعتبر خلصنا تثبيت الويندوز. تمام. هنبدا بعد كده نتاكد من ان البارتيشنات ما حصلش اي تشفير، هندخل انا الاقي البارتيشن فتح معايا عادي من غير اي مشكله. كل اللي انا هعمله بقى ان انا مش عايز ارجع البارتيشن زي مكان تاني، هبدا ان انا اختار كليك يمين مانج، او ادخل على قائمه الديسك مانجمنت، وبعد كده كليك يمين على الايقونه دي بالشكل ده، واختار ديسك مانجمنت علشان ابدا اشيل البارتيشن اللي هو ال 10 جيجا ده واضمه لبارتيشن اس سي. كليك يمين على بارتيشن الدي بالشكل ده، واختار من هنا ديليت فوليوم، واضغط على يس. بعد كده بقف على بارتيشن السي، كليك يمين واكستند فوليوم، واضغط على نيكست ونيكست تاني وفينش. كده انضم لي بارتيشن السي، وكده يبقى رجع تاني زي ما كان بارتيشن واحد، ونزلنا الويندوز باستخدام برنامج الوين توتش دي دي من غير اي مشكله. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش يوصلك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.